ان شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا النهارده. المشكله بس اللي حصلت ان الفيديو بعد ما سجلته في سناجت مش راضي يشتغل، وبعد ما سناجت ساف الفيديو بتاع المره اللي فاتت طلعت مساحته حاجه غريبه جدا، 500 كيلو تقريبا، 500 كيلو في مده حوالي ساعه و6 دقائق، فاكيد الفيديو فيه حاجه مش مظبوطه يعني. تمام. طيب يعني احاول اراجعه تاني بس بسرعه كده. اللي احنا خدناه المره اللي فاتت كان، حد فاكر كنا خدنا ايه المره اللي فاتت؟ حد لسه فاكر خدنا ايه المره اللي فاتت؟ ايوه، احنا بقالنا كام مره بناخد ال في ام؟ بقالنا تقريبا 3 مرات بناخد ال في ام. خدنا ايه بقى المره اللي فاتت في ال في ام؟ ايوه، عمليه الاكستند لل في ام وال شرينك ال في ام. ازاي اقدر من الاخر العب مع ال في ام، اقلل المساحه او ازود على حسب الطلب بتاعي. واتكلمنا على الخطوات اللي المفروض نتبعها لما بنيجي ايه نكستند او نشرينك ال في ام. هحاول اطبقه تاني. بس امبارح او المره اللي فاتت كنت طلبت منكم واجب ان الناس تعمل ال في ام اوفر ريد او ريد اوفر ال في ام. حد من الناس عملها؟ ممتاز جدا، ممتاز. طيب ممكن توريني السكرين بتاعتك؟ يعني تعالى كده عندي هنا. وهخليك يا سيدي، هخليك انت البريزنتر دلوقتي. انت اصلا داخل ويب اكسس. طيب هتضطر تنستول الابليكيشن عندك علشان نقدر نشوف اللي انت عملته. فانت مؤقتا هنبدأ عادي، وبعد ما نخلص، بعد ما نخلص اللي احنا هنعمله النهارده، او تعالى طبق المثال بشكل سريع كده، تعالى طبقه يعني ون ايه ونشوف كده. تعالى كده نفتكر، هخليك كده على جنب. الاي بي بتاع المكنه كان 136. تعالى كده نشوف ايه اللي موجود عندنا. بي في ديسبلاي، كان في عندي حاجات مستخدمه من المره اللي فاتت. اهون اس دي سي واس دي اي واس دي بي. طيب ده من اخر حاجه عملناها. في جي اس كده. طيب ال في اس، هل عندنا لوجيكال فوليومز موجوده؟ ايوه، كان عندنا اوراكل اللي كنا عاملينه اهون. طيب تعالى نعمل اول كده دي اف داش اتش، هل هو ماونتد؟ ماونتد. قلت لك لما تيجي تلعب مع اي حاجه فيها ال في ام اتاكد، بالذات لما تيجي تمسح او تعمل شرينك، الحالتين الاثنين اللي بتحتاج تعمل اماونت فيهم اكيد يعني بالطبيعي. لو هتمسح اللوجيكال فوليوم نفسه فتاكد مليون في المية ان هو مش ماونتد، ده رقم واحد. او لو هتعمل له شرينك للديتا عندك، وقلنا ليه انت محتاج لما تيجي تعمل شرينك لازم تعمل اماونت الاول، فاكر؟ مش فاكر، تقريبا حد كان فيكم سأل السؤال ده المره اللي فاتت. عامة يعني بشكل عام تعالى نعمل كده اماونت للفوليوم ده. وتعالى كده انا كان عندي اوراكل ده كان موجود، تعالى نمسحه. ال في ريموف ديف ديتا اوراكل، ما عدناش محتاجينه خالص. ايه تاني يا سيدي ممكن اجي اعمل ايه؟ في جي ديسبلاي عندي ده تهون. طيب ممكن امسحه كمان، في جي ريموف داتا. بعد كده بي في اس، حلو، تعال امسحهم كلهم وابدا من السكراتش من اول وجديد خالص. هقول له كده بي في ريموف ديف اس دي بي، تعالى كده اس دي، وهقول له بي وسي واي التلاتة. القواس عندي مش هتشتغل. طيب اشتغل تاني في خطوة واحدة يعني. خلاص شفت انا عملت ايه؟ حطيتهم بين قوسين مربعين كده، يعني بقول له خد اس دي بي مرة، بعد كده اس دي سي مرة، بعد كده اس دي اي مرة، بدل ما تديهم له تلاتة جنب بعض. فايه ممكن تعملهم كلهم كده في ايه؟ في صورة يعني
حجمه صغير شوية يعني. طيب كلام جميل. لو جيت اقول له بي في اس مرة تانية ما عادش موجود. طيب تعالى كده اقول له ال في، او قبل اي حاجة الاول ال اس بلوك، ايه الديسكس اللي موجودة عندي؟ انا كان عندي اس دي بي واس دي سي واس دي دي واس دي اي. ممتاز. لو عايزين نعمل ريد اوفر ال في ام، ريد اوفر ال في ام قلت لك هنحتاجه لما تحب يكون عندك ريدندنسي، وفي نفس الوقت عايز تستخدم او عايز يبقى عندك فليكسابيليتي ان انت ايه تزود حجم البارتيشن او تقلله زي ما انت عايز. فاكر لما كنا اتكلمنا على اهم ميزه في ال في ام عن اي حاجه تانية، ان انت ممكن تاكستند السايز بتاعه او تشرينك السايز على حسب احتياجك انت. تمام. فانا ممكن استخدم الفيتشر دي في ان انا اعمل ايه، اخد الميزه اللي كانت في ال في ام، اسف، اللي كانت في الريد اللي هي الريدندنسي، زائد ان انا اخد الميزه اللي في ال في ام ان انا اعمل ايه، اقدر اكستند او اشرينك السايز زي ما انا عايز. خلاص. هتمسح ملفات ازاي؟ انت عارف انا عايز اعمل ايه؟ بكل بساطه اللي عايز اعمله فكرته هبله جدا. تعالى كده نفتح الوورد. بص يا سيدي، مش فاهم لسبب ما برضو التابلت مش شغال، مش عارف انتوا في حاجة عندكم نحس يعني، حقيقي في حاجة مش مظبوطة معاكم. والله مش عارف البن مش راضيلي ان انا اكتب اي حاجة. اعمل ايه؟ طيب ايه؟ هو بيكتب اهو بس هو مش راضي يكتب على الوورد لسبب ما يعني. والله مش ممكن. ايه ده؟ حاجة غير طبيعية خالص يعني، مش عارف، مش عارف اقول لكم ايه بصراحة يعني. تعال افتح الرسام يا عم. قادر الرسام اهو، كويس بيكتب اهو الحمد لله. طيب بص يا سيدي، اللي انا عايز اعمله فكرته بسيطة جدا من الاول خالص. انا عندي الديسك بتاعي، ادي الديسك بتاعي تمام كده. خلاص. وادي ديسك تاني، عندي ديسكين صح. لو انت عملت ال في ام، لو انت جيت عملت ال في ام كده زي خدناه المره اللي فاتت، مش قلت لك ال في ام بيبدا يكتب على الديسك ده لحد ما يخلص، بعد كده يبدا يكتب على الديسك التاني اللي جنبه صح؟ ده معناه ان لو ديسك منهم مات في اي لحظه، ايه اللي حصل للداتا اللي عندك؟ مع السلامه، باي باي، اعمل حاجه كده وشكرا بقى. لو ما عندكش باك اب هتلبس في اقرب حيطه يعني. ودي كانت مشكله حقيقيه، دي مش كانت وما زالت مشكله حقيقيه. خلاص يعني الى حد ما ال في ام ميرورنج بيبدا يحلها، هنتكلم عليه غالبا النهارده لو قدرت اكمل معاكم يعني النهارده، لان انا تعبان جدا والله. بس بشكل عام ال في ام ميرورنج هيبدا يحل المشكله دي، بس لحد دلوقتي اعتبر ان مفيش حاجه اسمها ال في ام ميرورنج، اعتبر ان هي مش موجوده اصلا.
بس خلينا نتكلم في الطريقه دي، او الطريقه دي كانت كل مشكلتها ان هو بيكتب على ديسك لحد ما يخلص كل المساحه الافيلابل عليه، بعد كده يبدا يكتب على اللي جنبه. تمام. طيب هو انا ينفع يكون عندي اعمل حاجه زي كده؟ تعال كده نمسح ده بقى، واللي انا عايز اعمله، طب ما انا كان عندي اصلا الريد موجود صح، عدد سكين، طب ما انا ممكن استخدم ده كده اعمل ميرور الاثنين دول خلاص، واجيب دي سكين كمان اهم اعمل لهم هما كمان ميرور، مثلا ده ريد واحد وده ريد واحد خلاص، واجي مع الاثنين دول كده اضمهم مع بعض في ايه، في فوليوم جروب. هتقول لي بس حلو قوي، طب ما انا كنت اعمل ريد 5 واريح دماغي، او اعمل ريد 6، او اعمل ريد 10 صح. هقول لك صح، انت مظبوط، ريد 6 وريد 10 كان هيديك نفس المساحه دي اللي هتاخدها لو انت عملت حاجه بالشكل ده، 2 ريد 0 اسف 2 ريد 1 وبعد كده اعمل لهم ال في ام. مظبوط، عندك حق 100%، ما قلتش حاجه، بس كان عندك مشكله تانية ان انت بمجرد ما تعمل ده ريد خلاص، لو هو ريد بس من غير ال في ام، كنت هتبقى ها المساحه اللي هتعملها عشان تكريت الريد دوم، المساحه دي مش هتقدر تعمل لها ريسايز في اي لحظه من اللحظات، ولو عملت لها ريسايز هتبقى عندك مشكله ان غالبا، مش غالبا، انا بقول لك يعني خدها كده مني نصيحه، بلاش من الاخر تعمل ريسايز لاي، اقول لك ايه، لاي ستورج عندك طالما هي مش ال في ام بس. طبعا بتكلم على البلوك ستورج خلاص، عشان نكون دقيقين يعني في الكلام. فلو انت جيت عملتها ريد وجيت عبديتها سايز دلوقتي، السايز ده هيبقى فيكسد سايز مش هتعرف تغيره في اي لحظه من اللحظات، مع السلامه يا ريس، شكرا. فانت كنت مضطر تستخدم ال في ام، عشان لو انت جيت النهارده مع ال في ام عملت دول كلهم كده فوليوم جروب، وليكن ده كانت مساحته 20 وده كان مساحته 20، لما جيت عملت له ميرور خدت انت 20 واحده بس، وده 20 وده 20، جيت انت عملت له ميرور خدت 20 واحده، لما عملت فوليوم جروب هتاخد المساحه الاجماليه بتاعته كام؟ 40. ممكن من ال 40 ده بقى تقسم 30 و10، خد 30 وسيب 10 فاضيين. جيت انت بعد كده قلت لا 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 يا عم، ال 30 دول ما عادوش كافيين، هل ممكن اعمل اكستند اخليهم 35؟ اه ممكن تعمل حاجه زي كده ويبقى الموضوع سهل جدا وبسيط. طب انت كنت واخد 35 لقيت نفسك مستخدم بس 12 جيجا، هل ينفع تقول لا يا عم انا ما عادش عايز المساحه دي، رجعني 12 جيجا بس وسيب المساحه دي كلها تبقى فاضيه، هل ممكن اعمل حاجه زي كده؟ مع ال LVM هيبقى ممكن، انما لو هو ريد بس، لو انت جيت عملت النهارده 40 مع الريد، او انت خدت المساحه بتاع الريد وطلعت لك في الاخر 40، 40 ده مساحه الفايل سيستم هتبقى فيكسد عندك. يعني ايه؟ يعني ايه فيكسد؟ يعني محدده بس. وضحت؟ خلاص؟ فتعال كده امبلمنت ريد مع LVM. السؤال هو انا ممكن امبلمنت ريد اوفر LVM ولا LVM اوفر ريد؟ ايه الاحسن؟ حد عنده حاجة أو حد عنده أي اقتراح؟ يعني أعمل الـ LVM تحت وفوق الريد، ولا أعمل الريد تحت وفوق الـ LVM؟ واللي يجاوب يجاوب ليه؟ يعني ليه اخترت ده أو ليه اخترت ده؟ أه أنت عملت ريد وفوق الـ LVM عشان أنا طلبت منك كده صح؟ أنا عايزك أنت تدي رأيك يعني، ايه الاحسن؟ مفيش حد عنده اجابه. لا مش حسب الحاجه، مش حسب الحاجه. بص انا اصلا استخدمت ال في ام ليه طالما عندي ريد؟ ها عشان الريدندنسي صح، بالعقل يعني، فاهم كده؟ طيب يبقى الريد اصلا دخل بكل بساطه عشان يديني ريدندنسي بس، ورحت مستخدم ال في ام فوقه عشان يديني فليكسابيليتي ان انا ايه اكستند واشرينك الفايل سيستم. طيب معنى كده ان الريدندنسي المفروض هي اللي تكون تحت، يعني
تخيل تخيل انا كده خدت السيناريو التاني اللي هو عملت ال في ام وفوقه الريد. يعني لو ده كده تخيل كده كنت عملت ال في ام تحت اهو، وبعد كده ده ال في ام وده ال في ام اهو، وبعد كده فوق الاتنين دول رحت عامل ريد. ماشي كده؟ ماشي؟ هوب المعلم ده راح منك. ايه رأيك؟ طيب خد السيناريو التاني بقى، فين غير هارد وبس ده؟ فين؟ فين غير هارد وبس؟ ده كده ال في ام هنا كله ضرب، ال في ام هنا كله ضرب يا معلم، النص ده كده خلاص باي باي. ماشي؟ طيب تعديك بقى السيناريو التاني كده، امسح كل ده، خد السيناريو التاني اهو، ادد سكين اهو وادد سكين تانيين، هاجي على الاتنين دول واعمل ريد والاتنين دول واعمل ريد واخدهم الاتنين وابني عليهم ال في ام. الهارد ديسك ده ضرب، هل كده النص كامل ضرب ولا ايه اللي حصل؟ ولا هو يعتبر ديسك في الريد اري ضرب وكل اللي هعمله هعمل له ريبليس وخلاص؟ ها ايه رأيك؟ خدت بالك ايه اللي حصل دلوقتي مع الريد؟ الريد هو نفسه عامل ريداندنسي على مستوى الديسك، هنا شيل الهارد ده وارميه في الزبالة وحط واحد تاني جديد جنبه هيبدأ يريبيلد بنفسه، الريد هو اللي هيتولى مسؤولية الريبيلد، لكن ال في ام من فوق مش حاسس بأي حاجة حصلت اطلاقا. خلاص كده؟ طيب في الحالة اللي فاتت كان عندنا ايه؟ ها ديسكين اهون وديسكين تانيين، هما الاتنين كل واحد فيهم عبارة عن ال في ام وده عبارة عن ال في ام، ورحت واخد الاتنين دول عامل لهم ريد. بصوا لي كده، لو الديسك ده فيل فالنص بتاع ال في ام ده كده كله مع السلامة. خدت بالك ايه اللي حصل؟ ها وضحت؟ معناه بمعنى ادق بقى، خلاص كنت هتضطر تحذف الفوليوم جروب بتاع المعلم ده كده وتقول له باي باي يا معلم اطلع اتكل على الله. الفوليوم جروب هنا بيضم الديسكين مع بعض بالمناسبه يعني، وهترجع تبنيه من اول وجديد. الداتا بتاعتك ما طارتش، انا معاك ان الداتا ما راحتش في اي حته، الداتا ما راحتش في اي حته خلاص، لكن هتضطر ايه؟ ها احذف الفوليوم جروب، ما عادش له اي لازمه عندك، زائد ها هتضطر تعمل ال في ام او لوجيكال فوليوم جديد، فكان الموضوع يبقى مزعج جدا بالنسبه لك. طبعا في السيناريو ده ما حصلش اي داتا لوس، في السيناريو ده ما حصلش اي داتا لوس، لان انا كنت عامل ميرور بين ديسكين اهم، وبعد كده عملت ميرور بين الديسكين دول وديسكين تانيين، لكن الخازوق بقى كان هيحصل في الحالة دي. الخازوق الحقيقي فعلا في الحالة دي عندك ديسك واحد لا مش هتيجي مش هتيجي وبلاش اتكلم على السان دلوقتي بدل ما ازعجكم معايا، مش هقدر اديك المثال ده لما اديك الايس كازي. طيب مش هقدر اديك المثال ده الا ما اديك الايس كازي الاول للاسف. طيب ما علينا ما علينا. طيب المهم المهم نرجع لموضوعنا، لو انت كنت استخدمت الريد اوفر ال في ام فريدندنسي عندك بتبقى مزعجه جدا، انت اصلا شبه بتبقى حصل لك عمليه لوست للريدندنسي او انت فقدت الريدندنسي اللي انت عملتها دي، هتلوز الفيتشر اساسا. لكن لو انت بكل بساطه استخدمت الايه ال في ام اوفر ريد فانت بتستفيد من الريد على اللو ليفل وبعد كده ال في ام على الهاي ليفل،
تمام. فتعالى الامبلمنت كده اللي احنا عايزينه، تعالى كده هقول له كده md add dash dash create slash dev md0 dash dash الليفل بتاعك كام يا عم؟ الليفل بتاعك كام؟ ها داش داش ريد داش ديفايسز هما اتنين اللي هما ديف اس دي بي وديف اس دي سي. خلاص كده كات سلاش بروك ام دي ستات انا عملت ريد ليفل زيرو. حد خد باله من الغلطة دي؟ انا المفروض اعمل ريد كام؟ ريد زيرو هيعمل ايه؟ الناس طبعا سايباني مفيش حد بيتكلم خالص صح؟ ايوه ايه ايوه الله يخرب بيتكم كنتوا نايمين اصلا. المفروض كنت اعمل ريد واحد وبعد كده اعمل ريد واحد تاني وبعد كده اعمل ال في ام صح؟ طيب ام دي اد داش داش ستوب سلاش ديف ام دي زيرو خلاص. تعالى بعد كده نفس اللي انا عملته المره اللي فاتت، بدل ما اعمله ريد زيرو هخليه ريد واحد. هيقول لي انا لقيت السوبر بلوك كان مكتوب عليه ريد تاني قبل كده، ها هل عايز تكونتينيو مع الاري دون؟ هقول له ايوه. خلاص كات سلاش بروك ام دي ستات كده بدا يعمل عمليه ايه؟ ها ريبيلد للاري او بيلد للاري من اول وجديد. واتش كده هيسينك التو ديسكس مع بعض. وضحت؟ يبقى دي اول خطوه كنت محتاج تعملها. الخطوه الثانيه اللي انت كنت محتاج تعملها كنت المفروض تعمل ايه؟ ال اس بلوك مره ثانيه، كان عندي اس دي بي واس دي سي وكان عندي كمان تعالى كده اس دي دي واس دي اي اهم. بيقول لك انا لقيت عليهم ها سوبر بلوك برضو كان موجود قبل كده. فهل عايز تكمل؟ لا ده مش warning عشان ما فيهوش داتا. خلاص بص لي يا سيدي، تعال اقول لك على الموضوع ده كده ماشي. انا هكونتينيو مع الاري خلاص. اسف في مشكله عندي هنا. اللي احنا عملناها ان انا قلت له اعمل لي ام دي 0، مش هينفع يبلد ام دي 0 لان ام دي 0 اصلا موجود، فمحتاج ام دي 1. كات سلاش بروك ام دي ستات تعالى كده نوتش الكلام دون. بص لي رساله الورنينج دي بتيجي ليه؟ انا قلت عليها قبل كده اعتقد يعني، بس بشكل عام رساله الورنينج دي بص عندك ديسك هنا اهو، الديسك ده جيت تعمله ريد او ال في ام، بيجي كده على السوبر بلوك بتاع الديسك هنا كده في الاول، بيجي على السوبر بلوك يكتب عليه الاري انفورميشن، ولو عندك ال في ام برضه لو قلت له فيزيك اعمل لي فيزيكال فوليوم، ها لو قلت له اعمل لي حول لي الديسك ده من ديسك عادي من فيزيكال ديسك حوله لي الفوليوم فيزيكال فوليوم، برضه بيكتب ال في ام ميتا داتا بتاعته عليه. يبقى الريد ميتا داتا وال في ام ميتا داتا بتتكتب فين؟ ها على السوبر بلوك. ايه الميتا داتا بتاعتك؟ الميتا داتا بكل بساطه هو الاري دون ممبر، او اسف الديسك ده ممبر من انهي اري؟ طب ال في ام ده ممبر من انهي فوليوم جروب؟ طب ايه اللوجيكال فوليومز اللي هو بيمثلهم؟ وهكذا. المعلومات دي كلها بتتخزن فين؟ في السوبر بلوك سواء عند الريد او ال في ام. معنى كده لو انت استخدمت ديسك، ها لو انت استخدمت اي ديسك وعملت عليه ريد او عملت عليه ال في ام، فانت المفروض لما تحب او لما تخلص شغلك عليه كريد او ال في ام، المفروض تفري او اقول لك ايه تعمل زيروينج للسوبر بلوك ده. طب لو ما عملتش زيروينج للسوبر بلوك ايه اللي هيحصل؟
لو جيت تقول له خلاص انت ما عادش بتستخدمه دلوقتي، يعني انت وقفت تستخدمه كريد، رجع ديسك عادي اهون ما عادش بستخدمه، جيت بعد شهر مثلا، بعد يوم، بعد دقيقه، بعد سنه، وجيت تقول له استخدمه لي في اري جديد، هيروح قبل ما يستخدمه في اري جديد هيروح يبص يلاقي ان كان في سوبر بلوك اصلا موجود. هو دلوقتي مش مستخدم في اي اري، بس في سوبر بلوك، فيطلع لك كده بورنينج يديك على وشك يقول لك خلي بالك يا حاج، اما لقيت السوبر بلوك موجود قبل كده فانت عايز تكمل ولا لا؟ لان ليه بيطلع لك الورنينج ده؟ لان بكل بساطه انت كنت ممكن تكون عملت ستوب للاري، وقفته بشكل مؤقت بس، خلاص كده، بس ما مسحتش الداتا. فاكر لما قلت لك ان انت لما بتعمل ستوب للاري انت مش بتمسح الداتا من عليه، لان انت ممكن بعد كده تعمل له سكان مره تانية وريبيلد مره تانية وهتلاقي كل حاجه زي ما هي، والفايل سيستم موجود والداتا موجوده وكل حاجه زي الفل، فاكر؟ فعشان كده كان بيسيب لك السوبر بلوك في حاله ان انت حبيت ترجع كده في كلامك وترجع تعمل ريبيلد للاري دون من غير ما يحصل داتا لوس. ها وضحت الفكره؟ ها وضحت ولا لسه نايمين؟ طيب ما علينا. طيب دلوقتي انا بقى عندي ايه اللي موجود؟ ارجع مره تانية كده كات كده. بقى عندي md0 md1. طيب لو حبيت دلوقتي ابلد ال LVM، لو حبيت ابلد ال LVM، هل هبلد ال LVM مع SDB و SDC وكلام من دول، ولا هبلد مع ها md0 md1؟ ها هبلد مع md0 md1 نفسها، خلاص انا كده ما عادش ليا دعوه خالص بالاندرلاينج ديسك، الاندرلاينج ديسك نفسه ما عادش لي اي دعوه بيه، ما اعرفش عنه اي حاجه. انا دلوقتي لما اجي اتعامل هتعامل مع الطبقه اللي فوقيه اللي هي طبقه الريد نفسها، خلاص كده. طيب ممتاز. حبيت بعد كده اعمل بي في كرييت، هقول له كده بي في كرييت ديف ام دي 0، خليها كده ام دي 0 و1 الاثنين. لو جيت اقول له كده بي في اس، ها بص لي كده ايه اللي موجود دلوقتي، تمام كده. طيب ممكن اقول له كده في جي كرييت داتا، وهعمل لها كرييت من ديف ام دي 0 و1 في جي اس، ها المساحه اللي خدتها ل 40 جيجا اهو، صح كده مظبوط. طيب كلام جميل. بعد كده ممكن تيجي بعد كده بقى زي ما انت زي ما احنا عملنا كده، كنت اقول له كده طيب حبيت بعد كده ايه، ارحمنا وارحمكم، بس انا ما كنتش بعطس. طيب الخطوة اللي بعد كده محتاجين نعمل فيها ايه؟ ها ان انا بلد ال LVM، هبلد او هبلد لوجيكال فوليوم نفسه بقى. اللوجيكال فوليوم اعمله بلد ازاي؟ LV display، اسف LV display كده، شوف ايه اللي موجود عندك قبل كده. انا عندي يا سيدي حاجات كانت موجودة ساعة الانستليشن اهي، ومفيش اي حاجة تانية. طب خلينا نشوف الشورت فيرجن ال في اس، هوم وروت وسواب، تعال نديله اي اسم، تعال ناخد نفس الاسم يا عم وخلاص، بدل ما اقعد ازعج نفسي اخد نفس الاسم اللي احنا كنا عاملينه اسمه اوراكل ده قبل كده، واقول له كده ال في كرييت سلاش ديف، قبل ما اديله المكان بتاعه ممكن اقول له كده الاول داش داش السايز بتاعه وليكن 30 جيجا، النيم بتاعه اسمه اوراكل، من الفوليوم جروب اللي اسمه ديتا، خلاص. طيب ماشي يا عم، تعالى كده اقول له ال في اس دلوقتي، ها تمام كده اتكريت اهو ومسحت 30 جيجا. بعد كده لما اجي احط فايل سيستم هحط فايل سيستم لمين دلوقتي؟ ها لللوجيكال فوليوم نفسه، لللوجيكال فوليوم نفسه. طيب كلام جميل، ممكن اقول له كده mkfs.ext4/dev data oracle. خلي بالك
لما عملت ال LVM ما عادش ليك اي دعوة بالريد، هيبقى كل الريد كل شغلك مع الريد اللي متبقي ها تعمل فيه ايه؟ يا اما تريبليس ديسك لو فيلد، ها مش يا اما هيبقى كل شغلك مع انت تريبليس ديسك لو فيلد بس، ده كل اللي هيبقى وظيفتك في الدنيا مع الريد، هتبقى عملية مينتيننس بحتة. بس لما تيجي تتعامل كفايل سيستم هتتعامل مع مين؟ مع اللوجيكال فوليوم نفسه. يعني دلوقتي انسى الديسكس نفسها اللي هي اس دي اي واس دي بي وغيره، وانسى كمان الريد ليفل، او اسف الريد لاير نفسها اللي هي ام دي 0 وام دي 1. انت دلوقتي بقيت بتتعامل مع لوجيكال فوليوم، خلاص كده هنحط له فايل سيستم، عملنا له فايل سيستم اي اكس تي 4 اهو، تمام جدا. لو جيت اقول له كده ماونت ديف data oracle تحت سلاش data عندي، وجيت اقول له df dash h اهو. طيب كلام جميل، ماشي يا سيدي. خلي بالك عملية الميتا داتا بتاعت ال LVM بتتكتب لما تيجي تعمل BV create. الداتا بتبقى او الميتا داتا بتبدأ تتكتب وبيبدأ يحجز المساحة على السوبر بلوك لل LVM لما بتيجي تعمل BV create. عشان كده في ال LVM كان في عندك حاجة اسمها BV remove. BV remove دي كانت بتضمن لك انه يمسح الميتا داتا منين؟ من السوبر بلوك. وفي الريد كان في عندك حاجه اسمها او في اوبشن اسمه زيرو سوبر بلوك، فاكر الاوبشن ده؟ تمام كده. طيب ما علينا، نرجع بقى. انا كده عملت له ماونت والدنيا تمام شغاله عندي، مفيش اي مشاكل خالص. طيب فرضا فرضا ها الاول تعالى نكتب شويه داتا كده عليه، سي بي مثلا داش ار سلاش اي تي سي، حطها لي تحت سلاش داتا، هيبدا يكتب شويه داتا اهو والدنيا تمام معاه. جيت اقول له كده كات سلاش بروك ام دي ستات، وتعالى كده سيميوليت ان في عندي ديسك فيلد. تعالى كده اعمل سيميوليت ان انا في عندي ديسك فيلد، ممكن اقول له كده ام دي ان ام دي ان سلاش ديف ام دي زيرو داش اف، همارك ان هو فولتي الديسك ده فولتي، اس دي بي سلاش ديف، انا هشتغل مع ام دي زيرو فهمارك ان اس دي بي ده فولت ديسك، كات سلاش بروك ام دي ستات، ها لسه شغال. طب ينفع اكابي شويه داتا تانيين؟ هل ينفع لسه اكابي شويه داتا تانيين احطهم تحت سلاش يوزر؟ ها تعالى كده سي بي داش ار سلاش يوزر واحطه لي تحت سلاش داتا، هل لسه بيكتب؟ اعتقد ان كده كفايه قوي، مش عايزين نكتب اكتر من كده. تعالى كده ال اس داش ال سلاش داتا عندي، ها كتبهم؟ ايوه كتبهم اهو. طب تعالى كده نشوف كتب مساحه قد ايه في الحبه دول. du dash sh slash data usr كتب 200 ميجا تقريبا في الايه في الكام ثانيه اللي فاتوا دول، وده معدل ممتاز يعني. فاضل لي ايه؟ فاضل لي تعالى كمان اسيميوليت ان في ديسك تاني فيلد. خليني بقى يعني ايه يعني بارانويد شويه واسيميوليت ان الديسك اللي اسمه div sde هو كمان فيلد. خلاص تعالى كده كات سلاش بروك ام دي ستات مره تانية. بص ايه اللي حصل عندي، انا عندي دلوقتي ديسك كامل فيلد في الاري ده وديسك كامل فيلد في الاري ده، خلاص كده ماشي. طيب هل لسه اقدر اكتب داتا سي بي سلاش اوبت مثلا، حطهولي تحت سلاش داتا وخليها لي سي بي داش ار عشان ما يطلعش يديني على وشي ويقول لي ان ده
عبارة عن دايركتوريز سلاش اوبت تقريبا فاضية، خليها لي سلاش فار عشان يكتب شوية داتا. خلاص كده، تعالى كده اقول له ديو داش اس اتش سلاش داتا فار، ها كتب 185 ميجا كمان زيادة. معنى كده ان انا عندي ديسكين دلوقتي بقوا فيلد، وما زلت اقدر ان انا ها ما زلت اقدر ان انا اعمل ايه، ان انا لسه بكتب داتا عليهم. يبقى انا كده استخدمت الريد عشان يديني ريدندنسي، واستخدمت ال في ام عشان اقدر اعمل اكستند او شرينك. تمام كده. موضوع الاكستند والشرينك هحاول اعيد تاني على السريع بسبب الفيديو اللي ضرب مننا دون، هحاول اعيد تاني واخده كاكزامبل مره تانيه. طيب ماشي ماشي، هحاول اظبطه ان شاء الله. طيب احنا كده فضلنا في ال في ام، تعالى كده ايه، تعالى كده ايه نتكلم على ايه اللي فضلنا في ال في ام. فضلنا ال في ام ستريبنج، وفضلنا ال في ام ميرورنج، فضلنا ايه كمان، فضلنا ال في ام سناب شوت، وال في ام ثين بول. خلاص هحاول ألمهم كلهم المرة الجاية إن شاء الله، ويبقى إحنا كده خلصنا موضوع الـ LVM كله كامل على بعضه. ماشي؟ هحاول أعيد المرة الجاية قبل ما أبدأ على طول موضوع الـ Extend والـ Shrink الـ LVM، وبعد كده إيه؟ أخلص الأربعة دول ورا بعض كده. الـ LVM Stripping و Mirroring دول إن شاء الله محتاجين مننا 10 دقايق أو يعني يمكن أقل كمان. أنت عايز التراك التاني يخلص ليه يعني؟ انا بديك مواضيع اصلا مش هتلاقيها موجوده اصلا في الكتب بتاعتك او في الليفل بتاعك دلوقتي خالص. لو عايزني اخلص حالا ممكن اخلص. بالمناسبه انا كده فاضل لي بس ال في ام سناب شوت، ريد اوفر ال في ام، وكل الحاجات دي مش موجوده عندك في الكورسات او في الادمنستريشن ليفل العادي. الحاجات دي كلها ادفانسد اصلا مش هتاخدها. ال في ام ثين بول ده الناس كانت بتاخده مع الجلاستر في تراك الجلاستر، في حاجة تراك كده عند ريد هات اسمه 236 تقريبا. فأنا بديك حاجات أنت مش هتشوفها أصلا دلوقتي خالص يعني، ولا حتى ممكن يكونوا في السنتين اللي جايين أساسا. كام واحد بيستخدم ال في ام ميرورينج؟ فلو عايزني أخلص ممكن أخلص يعني، ما عنديش أي مشكلة إن أنا أخلص لك بسرعة، ممكن أقلبك في ثانية والله يعني، ممكن أقلبك. مش عارف لو عايزين تفضلوا ان انا اخلص بسرعه وانجز لكم الكورس، انا ممكن اخلص يعني، انا مستعد فعلا والله حرفيا ان انا اخلص التراك الواحد في 6 مرات بالظبط، يمكن اقل كمان. مش قصدي حاجه، بس انا فعلا لو انتوا عايزين تاخدوا يعني، لو عايزين تاخدوا التراكات زي ما هي كده تمام، هديها لك زي ما هي، مش طول في الموضوع ولا اقعد اشرحه بالتفاصيل واخش في الديتيلز دي. تعالى كده ناخد ال في ام اكستند بالمره، او يعني نعدي عليه بالمره بدل ما احنا قاعدين كده، طالما انا قادر اتكلم فانا يعني هكمله او اقوله مره ثانيه بسرعه كده على السريع. تاني مره ثانيه عشان الفيديو بس اللي راح. تعالى كده دقيقه ده ان شاء الله. ماشي. طيب تعالى كده ال LVM Extend و Shrink. بكل بساطة فكرة ال LVM Extend و Shrink أعتقد من اسمها إن هي واضحة جدا. أنا عندي أهون، أنا عندي LVM أو أنا عندي ديسكس الأول، حولتها لفيزيكال فوليومز، بعد كده رحت عامل فوليوم جروب، ورحت واخدها كده عامل منها لوجيكال فوليومز. تمام أهون عملت لوجيكال فوليوم مساحته كبيرة، هوب اكتشفت إن مساحته ما بقتش كفاية بالنسبة لي، وليكن ده كان كل ديسك فيه مساحته 10 جيجا، 10 10
انا كنت عامل ده مساحته 20، اكتشفت ان 20 ما بقتش كفايه بالنسبه لي، فانا عايز اضم 8 جيجا له كمان. يعني انا عايز المساحه تبقى 28 جيجا الاجمالي اللي انا عايزه. هو ده كل الهدف من ال في ام اكستند، ان انا عايز ازود مساحه اللوجيكال فوليوم بعد ما كانت كاريت اصلا. ودي دي كانت مشكله بالنسبه لي قبل كده. قلت لك ليه مشكله مع الفايل سيستمز؟ لان اكتر حاجه مخيفه للادمنز، اي سيستم ادمن في الدنيا مهما كان، حتى على ويندوز، على اي اوبريتنج سيستم، اكتر حاجه مزعجه بالنسبه له ان انت تقول له ان اعمل لي ريسايز للفايل سيستم. العمليه دي بص هي ليها حل من اتنين، يا اما هتعدي معاك يا اما هتفيل معاك. ويا سلام على حظك الاسود والمنيل ب60 نيله لو انت بتعمل ريسايز وحصل كراش لسبب معين بقى. ياه يا دين النبي، البس يا معلم. الكراش ده بقى ممكن يكون بقى باور، ممكن يكون باك في السوفت وير نفسه، الديسك نفسه يفيل في حته معينه، وايدك ما تشوف الا النور، الكل هيبدا يضرب فيك. خلاص. ويا سلام على حظك المنايل ب60 نيله كمان لو ما كنتش واخد باك اب او ليتست باك اب موجود عندك. يا سلام يا سلام، سلم على اللي هيتعمل فيك. يعني هيعملوك سليمان الحلبي الجديد حرفيا. خلاص. فالمهم هيبقى حق، يعني كل اللي انت محتاجه ان انت تريسايز بشكل امن. تمام كده. طيب تعال كده نعمل ريسايز بشكل امن، وتعال وتعال بعدها نعمل ايه؟ نريسايز ال LVM اللي احنا عملناه من شويه. تعال كده LVS، انا كنت عامل ايه ها، وVGS الفوليوم جروب بتاعي كله مساحته 40 جيجا، وانا كنت مستخدمه 30 جيجا بس اهو. فاكر لسه من شويه انا عايز 30 جيجا دول ما عادش مكفيين، انا عايز اخليهم 35 جيجا. اعملها ازاي يا عم؟ ها، ممكن اقوله كده LV extend داش داش سايز بلس 5 جيجا. ها، لمين يا عم؟ لمين؟ لديف داتا اوراكل. بص هيقول لك انا عملت له اكستند عندي من المساحه بتاعته من 30 جيجا ل 35 جيجا. لو جيت تقول له كده ال في اس مره تانية، ها شفت السهوله؟ خليك فاكر لسه عندك خازوق موجود اللي هو ايه. بص لو جيت تبص دي اف داش اتش هتلاقي المساحه لسه شايفها كام؟ 30 جيجا. يا دي النيله السوداء يا ابني، ما انت لسه قايل لي فوق بقت مساحته 35 اهو اهو اهو، لسه مساحته 30 ظاهرة عندك ليه؟ قلت لك لان لما انت عدلت، انت عدلت ال LVM نفسه. طب هل الفايل سيستم حس ان في اي تغيير المفروض يتعمل الاينود تيبل ولا لا؟ لسه معاه، ما حدش قال له. هيعرف منين الفايل سيستم بتاعك؟ هتقولي طب ما انت ممكن تعمل اماونت للفايل سيستم وبعد كده ترجع تعمل له ماونت كده للفايل سيستم. تيجي دي اف داش اتش هتلاقي برضو لسه شايف المساحة القديمة. خليك فاكر انت لازم تابديت الاينود تيبل، مش تعمل ريريد للاينود تيبل. لازم تقول الاينود تيبل شوف البلوكس الجديدة اللي اتضافت وضف لها اينودز تقابلها. يعني انا ضفت 5 جيجا، ال 5 جيجا دول بيشاروا على بلوكس معينة، فلازم تقول له ايه اعمل كده ايه، شوف ايه اللي اتضاف وضيف اينودز تقابله، مش تعمل ريريد للاينود تيبل بتاعك. لا، انت محتاج تعمل له ابديت. طب عشان تعمل ابديت للاينود تيبل ده، في عندك امر كده بسيط جدا ممكن تستخدمه اسمه ريسايز 2fs خلاص، وتديله ايه الفايل سيستم اللي عايز تعمل له ريسايز. بيقول لك هنا فايل سيستم هنا از ماونتد اون سلاش داتا، اهو حاسس ان هو ماونتد. وبيقول لك اونلاين ريسايزنج ريكوير دي اف داش اتش. بص لي ايه اللي حصل بعد ما عملت له ريسايزنج. ها، ايه رايك؟ اتعمل ريسايز. طيب كلام جميل. يبقى بعد ما تعمل ال في اكستند لازم تعمل ال في ريسايز. ها، وضحت؟ طيب ممتاز جدا. لو انت خدت بالك عمليه الاكستند لما عملتها، عملتها والفايل سيستم
اهي، والفايل سيستم ايه؟ والفايل سيستم ماونتد. معنى كده ان انت في اي لحظه لو عندك مثلا اوراكل داتابيز او عندك دي بي 2 او عندك اباتشي او اي حاجه شغاله على فايل سيستم دوم، انت مش محتاج تعمل ان ماونت وتوقف السيرفيس، ده انت كل اللي هتعمله اكستند وكل حاجه شغاله زي ما هي. خلاص كده، خليك فاكر الحكايه دي. فعمليه الاكستند لاي فايل سيستم مش محتاج تعمل ان ماونت للفايل سيستم ده. وضحت؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ ده كان الاكستندنج للفايل سيستم. فاضل لنا بس الشرينكينج، هحاول اقوله المره الجايه ان شاء الله، هحاول اقوله المره الجايه مع بقيه الاربع مواضيع. وبقى احنا كده خلصنا من ال في ام نهائي، يبقى كده يعني احنا ادينا الاستورج حقها وزياده وثلاث ارباع كمان، هذا كده حقها زياده وثلاث ارباع. انا عارف ان الموضوع طول في ال في ام والريت، بس انا كان لازم اديهم الوقت الزياده دون، لان هي اللي هتخدمني بعدين قدام، هي اللي هتخدمني بعدين قدام، خصوصا موضوع الجلاستر لما نتكلم فيه. موضوع الجلاستر انا مش عايزك تتخض منه، لانه عاده الجلاستر معتمد على حاجتين. بالمناسبه في موضوع كمان في الاستورج احنا لسه ما فتحناهوش اصلا، في موضوع في الاستورج موضوع جينيريك اصلا ملوش دعوه انت شغال ريد ولا ال في ام ولا فايل سيستم عادي، اللي هو الاكس اف اس، ده لسه هنتكلم عليه ماشي. وهتكلم عليه شويه بالتفصيل، لان الاكس اف اس له شويه كاركترستكس كده مختلفه عن بقيه الفايل سيستمز اللي موجوده، وهتلاقي فيه تولز كده اصلا نازله معاه خاصه بالاكس اف اس بس. شايف كل الحاجات الحلوه دي كده جايه لمين؟ للاكس اف اس. فانا هتكلم عليه، لان انا لما اجي اشتغل جلاستر قدام بعد التراك اللي بعد اللي جاي، فانت لازم تكون عارف ريت كويس وعارف ال في ام كويس جدا، ال في ام سناب شوتس وال في ام ثين بولز، تمام؟ زائد اكس اف اس لو انت مش عارفهم ودخلت الجلاستر هيطلع عينيك وعين اللي خلفوك. لو انت عارفهم كويس هتلاقي الجلاستر حرفيا عباره عن امر واحد او اتنين بس، حاجتين جداد عليك بس. فانا معلش اعذرني واعتبرني راجل مجنون، بس انا فعلا بحاول ابيلد معاك نولج كويسه عن الاستورج الاول قبل ما ايه، قبل ما توهك فيها. يعني لازم تكون عارف ريد وال في ام قبل التراك الثالث والرابع. في التراك الثالث هتاخد الايس كازي وهتاخد المالتي باث، في التراك الرابع هتاخد الجلاستر. فلما يعني ما كانش ينفع اتنقل ما بينهم كلهم او اتنقل ما بين الثاني والثالث كده مباشره من غير ما ابني عندك ستورج بيزكس كويس. هكتفي النهارده بالحبه دول، معلش اعذروني بس انا واخد دور برد شديد، فايه مش قادر اكمل معاكم يا جدع. قسما بالله ما عطست، احلف لك على المصحف ان انا ما عطستش. ماشي يا سيدي، ارحمنا وارحمكم برضو، انا بكح مش بعطس والله. ماشي، فانا ما كملتش اي حاجه فيها والله، يعني اخر مره كنت شغال فيها ما كملتش اي حاجه خالص عليك، ما كانش عندي وقت اصلا مش هكدب عليك. ماشي، اشوفكم المره الجايه على خير، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.